السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اليوم الأربعاء 7/11/45 يوافق 15/5/24 ميلادي، على الساعة واحدة، يمكن واحدة الظهر أو واحدة وربع. والحين محرك على البحر مشيئة الله تعالى، لي أسبوع ما نزلت البحر. جت أمطار ما شاء الله، مطر خفيف كذا وراح، والأجواء مغيمة ما شاء الله تبارك الله. ما عندي أغراض، أغراضي قليلة، أكثرها هناك تركتها في تامة. ما عندي إلا السنارتين، ما هي سنارتين، سنارة حقت الكاست، ما في إلا هي، ما في إلا السنارة هذا حقت الكاست، ولا لورات هنا والجقات، وهذه قديمة عندي، هذه دايوة ياباني 280، شوف الحلقات حقتها كيف، نوعية أصلية ما شاء الله تبارك الله، لكن ما هي حقت رمي هذه، تنفع جقات من قوارب ولا تسقيط، ما شاء الله. فباخذها هي، يمكن احتاجها هناك، ممكن احتاجها في اي شيء. توكلنا على الله، بسم الله. منا لين نوصل هناك نشوف. والله يكتب الخير. يا الله يا رب. شوفوا اجمل بسة عندي. هذه اجمل بسة. تعالي. ما شاء الله. هذه عند عماني يسمونها ورد. ها ورد. ها. يوه اوكيني ريحي. هذه احلى واحدة غرقانة من المطر. خلاص يلا روحي هناك، يلا يلا روحي. ها ها يلا يلا هنا وهنا كلها. شوف وصلت ميناء الخسعة، الحين الساعة 4:30 كذا، وصلت من الساعة 4 لكن ريحت في السيارة فمكيف، قلت خل الهواء يهدى شوية، مو الهواء الحر يعني قصدي. والحين خلاص ما زي ما شفتوا القصبة الكروس فاير والماكينة 5000 ودقات لورات. والله يكتب الخير. يا الله يا رب، يا الله يا رزاق، توكلنا على الله. أساسا أنا نازل من أبها، كنت ناوي على كسارة، في كسارة هناك كنت بدخلها، لكن زي ما تشوفون هواء وموج، قلت خليها بكرة الصباح من شاء الله تعالى. والكاميرا حطيت عليها العازل حق الهواء ان شاء الله انه ينفع، زي السفنج كذا تتلبس فيه، ان شاء الله انه ينفع، خاف يروح الهواء يروح الصوت معه ما يكون واضح. ولا في هواء قوي، في هواء. هذا الجيك 30 جرام، اشتريته قبل ما اروح جدة. نجربه هنا، ما في بروسيدات، بس هذا بس يعني نشوف. الله يستر لها اصقعبه في العمود. بسم الله، اول محاولة. يلا وزني احسن. بسم الله، يلا يا كريم. يلا يا رب، ما شاء الله عقام. هذا اول واحد ما شاء الله تبارك الله. هذه اللي تقطع الجقات حتى، هذه قطع انت ما يرجع لك ولا لوا. انت ما انت مع الرجال ما شاء الله، الله يرزق، الله يرزق ما شاء الله. هذه قز قز طيبه هذه، ونقول يلا درس، نقول يلا انها تكون درس، بس يمكنها قز. هذه قز حجم طيب ما شاء الله، قز او قد؟ لا لا قز، هذه نترت قز ما شاء الله. امسك امسك امسك، انا ساعدك، امسك انا ساعده. ها وصلت فين هي؟ ايوه ايوه
ايوه لا 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 ترفع اصبر خليني اساعدك اصبر خليني اساعدك يا انا خايف لا اجي اساعدك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله قضم انا حسبت يا قز لا راني ما سحبتها على طول عشان الفيس ما شاء الله ما شاء الله هذه فوق الكيلو ما شاء الله تستاهل بالعافيه بالعافيه 40 جرام النفع ولا زي الشباب احول لورات لورات شغاله لكن هواء مواجهنا عشان كذا استخدم جقات عشان ترمي بعيد عشان ترمي بعيد هي كويسه في الرمي الله يا كريم ما تدري الله يجيب الخير بسم الله ايوه ايوه شوف مسك الحين هذا مسك ما ادري شو والله ما عقام عقمان تبغى العقمان انت تبغى العقمان انت صح؟ اي والله يلا عقمان حد الان وحبة بياض اللي مع الرجال ما شاء الله لكن الله يجيب الخير يعني باقي شوية تبرد الشمس ان شاء الله يجي الخير معها مشيئة الله والله يستر من الزحلقة ايوه خلص شوف الرمية الثانية محاولة ثانية هنا بجق ال 40 الموج ايوه ايوه شوفه ادري شو يقطع عقام برضه ها؟ ها؟ لا عقام ها؟ اقول لك اشتغلت العقمان انا نفسه يسمونه في الغربيه الزرقان هذا شوف زي الخط خطين كذا في ظهره زرق هذا يختلف عن الكنايه والله ما في الا عقمان هنا مشكلة ما عندي قفازات ولا عندي شيء. يبغى لها مسكة مضبوط. الله يبغى لها مسكة مضبوط. لو راح كذا ولا كذا دمرني. خلنا كذا ايوه كذا مضبوط. شوف والله ما شاء الله. ثاني واحد يطلع 40 جرام. هذه فادتنا كويسة. هذا ال 60 جرام هذا قد طلعت عليه جرس في راس محيسن الصغير اللي فيه كيلو تقريبا ضرب على هذا لقيت كبير كبير بس خلنا نشوف هذا كيف نقول يلا نجيب لحمة طيبة لا يا شيخ والله ما شاء الله ضرب عندنا كفك الله يجيبه الله يجيبه يجيك ان شاء الله شغالين بالورات شباب انا شغال فيك بالله ان شاء الله يجيك ارمي ارمي مره ثانيه ارمي سريع ارمي ارمي بسرعه عشان كم ممكن ممكن درس ما شاء الله اي اي هو ان شاء الله انه هو ارمي ارمي الله يجيبه هو من اول شد ووقف الضرب ما طلع شيء غير العقمان والبياض طلعت مع الرجال ولا ما في حتى ضربات ما في ان شاء الله يجيب الخير هذا مقطوع رجله مقطوع رجله مسكين هلا 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 هلا
روح رجل ثانية. شوف يا حليلك يا حليلك. الله يستر لا يمسك فيها الهوكات. طاحت. لا لا البسها في الفلين، لا تمسك الهوكات فيها. عندك سمك هنا؟ لا ما في سمك، هوكات. ايش جابك هنا؟ ايش جابك هنا؟ يلا مرصرص هذه هنا كلها. شوف شوف اوه اي تمسك فيها. ايش سوين؟ يلا عند امك. يلا هناك. يلا هنا. يلا امشي هناك امشي. لا لا ما في سمك، لو في سمك اعطيتها. ما في وقت بياض القز، حطيت الجق هذا برمي رميتين ثلاث في شيء ولا مشيت خلاص. البس ملقوف كل شوي يدخل في الليل، وانا مرصص الجقات والهوكات والوراق في الليل خايف يمسك فيه. مشكلة ما عندي شيء ولا اعطيتها، لكن حاول نشوف وقت البياض القز وقت ان شاء الله انه يجي. اخر محاولة ومن الى الصباح يشوف انه محل كسارة ولا شيء. مشيت لا تعرف، لكن اليوم ماشي ما لنا نصيب. العقمان بس اللي طلعت البداية، بعدين اوقف الضرب شد الهواء ووقف الضرب. يلا على الوقت هذا كان على الله مسك فيها عشب خلاص. توكلنا على الله. الصباح مشيت الله شوف لي محل كويس، مشيت الله تعالى اللهم لك الحمد. السلام عليكم مساكم الله بالخير. اليوم السبت 10/10 اعتقد، ايوه 10/10 45 يوافق 18 25 ميلادي، على الساعة 4 العصر. بجهز البرميل حقي، نص برميل معايا القصبة وعندي الجلبان هذه. واخذت اليوم دورت سلماني ما لقيت، فاخذت حبة تونة. اخذت تونة انا بقطعها، تونة هنا كبيرة بقطعها بستخدمها قرومية. واذا طلعت معايا اسماك صغيرة قصيتها وحطيتها في الكبيرة ولا ستاحي. يا الله محل هذا نظيف، الله يعيني عليها. التونة ذي قطعتها والله ما شغلها. نبدأ بقى من هنا. ايوه طلع منك. وني اقطع ذبيحة دائما هنا. ايوه ممتاز. اخلي الطيور تنبسط بالراس هذا تاكل فيه لين تشبع بالعافية. هذه لونها والثانية زيها. توكلنا على الله. يمكن الساعة الحين 4:15 ولا 4:15، باقي ساعتين عليها. على الأذان توكلنا على الله. يا الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله رزقك رزقنا الخير واحمينا يا رب العالمين. لي فترة عن محل هذا، أجل أظن قبل رمضان ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكل على الله. دعوة الله لا اله الا الله. اليومين اللي راحت هذه على الخميس الجمعة ما توفقت سبحان الله في الصيد. يوم الخميس اساسا رقت عندي مزج كسارة، رقت وصحيت في العصر مريت موقع اشتغلت طعوم صناعية ما طلع شيء. والجمعة الصباح برضه طعوم صناعية وكسارة ما طلع شيء. والعصر العصرية برضه، واليوم الصباح ما طلع شيء سبحان الله. الحمد لله ما قصرت شيء، اللهم لك الحمد. الحمد لله نجرب حظنا اليوم برضه. قول يا الله يا رب. مرة هذه معي طعم كلها طعم صناعية وطعم عادية. آخر مرة جيت الكسارة مليانة أعشاب، الحين ما فيها شيء. إن شاء الله هذا يكمل.
ما عليك والله ثقيله ايش تمسك ان شاء الله. انا في موج انا بس خفيف. رسينا حاطيته هناك. والله في امواج كبيره الحين فتره فتره تجي موجه كبيره تصقع فيه. لكن ان شاء الله انها اموره طيبه. طيب. النهار اللي صبا هنا. يلا يا كريم. يوم نزلت مع ابو بدر القارب. رميته كذا وقلنا ماشيين في تعبان مره فسحبتها بتلخبط. راح نصه. نص نص البكره راحت. قاعد شلتها وقطعتها. الله يستر. الله يستر لا ينقلب. نرميها هنا قريب. ما برميها بعيد. السما قريب هنا عندنا. الله يسوي كانك لفيت كذي. خليك ايوه. بين صلاح الموجه زي القارب كذا من قدام. فلس. يلا يا كريم. اسماك صغيرة. هذه ابو نقطة. اول واحدة كويسة. اواها اطعم. ارميها في الكبيرة. حطها هنا. ما بحطها بحية. اذا ماتت حطيتها. يا زين الفلين خفيف ايوه. هذه طيبة دي. طيبة هذه طيبة. ايش هي؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شايفها؟ شايفونها؟ لا ترجع. لا تروح. هذه شايفها؟ أول واحدة. باقي الطعم كويس. رجعه. هي قريب ضربت هنا. شوي بشتغل طعم صناعي لكن بشوف كيف الضرب على الطعوم العادية اذا في عليها اشتغلت فيها احسن ما ضيع الوقت عشان ايوه صغيرة صغيرة ايوه صغيرة صغيرة شعور صغيرة ولا بنقطة؟ هامور هامور والله الهامور سمان صغير الان نحطه بنقطة قصيتها نصين الراس هذا هو وهنا الذيل هنا الذيل نرسلها هنا يمكن في اوامير قد طلعت اوامير كثير من هنا لكن نشوف ممكن في حلقات كبيرة يا الله يا رب ارميها قريب من الشعر من هنا ما ببعدها خلنا هاي لين تضرب بعدها اشتغل طعم صناعية ان هذا ما في الا ضرب اسماك صغيرة أنا أجرب أطعم صناعية صناعية غير يلا يا كريم يا الله يا رب بسم الله أيوة ممتاز خلاص خلها هنا وكيف خلها هنا هذه بخيفها والله ما أدري كيف التصغير هنا خاصة قريب لكن يلا بسم الله يلا يا رب ما شاء الله نجرب صغيرة ايش هي يوه يا برقطة ما اقفش هامور سمان ما في ما في بيضات ولا شعور كبار تضرب هذه هنا قريبة. روح عين نشبة. ها ابدا عين. يلا. في حولها. في حولها ضرب بس ما ادري واحدة كبيرة ولا هي. ماني متأكد ايوه 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 ايوه, أيوة. أيوة. تعالي. تعالي. خلها تبلع بس. هذا على الذيل حق النقطة فكتها اوه تكفى ما مسكت ايوه يوه يوه كيف فكتها يا والله ما ادري ايش هي والله يجيب الخير هي جت يا الله يا رب هذه كلها هامور
كان هامور. ايه هامور. ايه والله ما صغيرة صغيرة. هي ضربت في البداية وفكت ورجع يضرب مرة ثانية. يا ابو مقصة خله هنا حطه طعمه ونشوف. يلا خلنا من القصة هذا بس خلاص. يلا روحي. اوه ثقل ثقل. ها يلا روحي روحي. ما ادري اذا ضربه هنا كنا ما ادري احنا اللي بحطها هنا المنطقة دي محل ما طلعت هامو. أوه سمكة كبيرة هنا سمكة كبيرة هنا ضربت هنا. خلنا نشوف شيء نشوف إن شاء الله تضرب عظيم. سمكة ما شاء الله نقزت كده برا إن شاء الله تضرب عظيم إن شاء الله. ما أدري إيش هي نقلت برا كذا. ايش هذه؟ هاي ابو نقطة. ما في الا ابو نقطة. نجرب ابو مقص. من زمان ابغى اجربه. خلنا نجربه نشوف. خلنا نجرب نشوف. ممكن ينفع. اللي طلعتها من بطنها امور. اخذت شكلها وفكيتها. هلا يمكن يجيها شيء ما ادري. ما شاء الله ما شاء الله طيبة طيبة ذي. ما ادري ايش فيها. يلا 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 تعالي. رمك. يا سلام على الرمك. يا سلام على الرمك. يا سلام على الرمك. يا سلام كذا حسيتي في رمك والله. يلا تعالي. ما شاء الله تبارك الله. ايوه هذا الشغل مضبوط. هذا الرمك ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ايوه ما شاء الله والله زمان عنا زمان عن الرمك. اللهم لك الحمد الحمد لله والشكر الحمد لله. وقفت الكبير شويه دام في رمك خلينا نشتغل عليه في نفس الموقع ده. نفس الموقع اللي ضربت فيه الليلة الأولى. يا الله يا رب كان قاعدة صغيرة. أيوه يوه الله ضربة حلوة لكنها مسكت. إن شاء الله ترجع لها. هيا أيوه أيوه هذه هي. عكس هذه إن شاء الله ضربة ثانية إن شاء الله. هي ضربة ثانية شعور رمك ثانية. هذه رمك ثانية. اثنتين. اوه رمها قوي. هاي ثانية. اليوم يوم الرمك. ما ادري اللول عندي موجودة ولا اقدر افلحت. هي وقفت لا موجودة. يلا يا كريم. نحاول برضه. وقفت الكبيرة دامي في رمك. وقفت الكبيرة والكاس نشتغل على الرمك. حولها واحدة طيبة ان شاء الله تمسك. واحدة طيبة ما شاء الله حولها. يلا 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 يلا. عكست ولا ايش؟ عكست ولا مدري فلاهي فيها ولا هو خرب. شكلها خرب. ايوه 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه هامور شكلها. اذا هي عكست راح نمسخ بدخلها. خلنا نشوف. ايوه ورا ورا هذه شكلها عكست. ايوه 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 يا وحده هامور رجعت هنا.
ثانيه. طيب ما شاء الله هذه حجم طيب ذي. اح صقعتني. شوف والله صغيره. شوف حسيت في شيء كذا سحب بعدين خف ورجعت ورا الصخره ذي. يلا الحمد لله ان نفكها اشوف كيف حجمها. ماني متاكد كيف. باقي اشوفها هناك وين راح انتي. يلا 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 خلنا نشوف. يلا شوف هي كويس راحت والله بالقوه طلع معايا. جاء في محل صعب كذا في حلقه لكني طلعت عكس وقصيته الحمد لله اللهم لك الحمد. بدل ما المعطلة هذه غير خلني ارميها حط فيها الراس راس حق ابو نقطه. نشوف ان شاء الله تجيها امور كبيره نقول يا رب. ايوه خلاص هذه ارميها هناك وزيد نحاول ان شاء الله تجي شعور الحوامير. ماري بعدها شوية يسمع طيبة. الله فيها واحدة فكتها. شوف كيف تخبطت البكرة سحب عليها شيء كبير تخبط حتى البكرة. تعالي من هنا من تحت فكتها. والله كان موجودة ما ادري مدري. لا قص مدري والله مدري. ما شاء الله سحبة كبيرة والله. أنا كاني رجعت عكس هنا مدري. خلها خلها هنا كيف ان شاء الله ترجع لها ان شاء الله. سحبة سحبة ما شاء الله. ايه ايش بسوي كذي. هلا كذا خلاص قربت تغرب يمكن باقي خمس دقائق كذا نشوف نشتغل. وقفت الجلبان وبشتغل طعام صناعية. ممكن في بيضات ممكن بيضات الوقت هذا خاصة القز يعني. يلا يا رب بسم الله. منطقة ما عميق قدام يمكن يجي لها مترين كذا ممكن مع المترين حدودها. ان شاء الله هذه قز. هذه كانها قز نترت قز. هذه قز هذه كانها قز. اوه فكت هنا هي قز. اوه ايش ايش شو الموجه. ايوه قز فكت هنا قريبه توكلنا الله. الحمد لله. ايوه حركة تجي الموجة الحين. انا بفك هذه. الحمد لله هذه الثنتين ذي طيبة. اوه هذه الثنتين طيبة ثنتين حبتين رمك خير بركة. اطاردة وشفت هوامير صغار رجعتها ما يوصل لها كيلو والباقي برضه اسماك صغيره. شوف الثنتين هذه حبتين رمك اللهم لك الحمد. اوه اوه انا بغيت اضرب على وجهي. الحمد لله والشكر. يلا بسم الله توكل على الله. يا الله يا كريم فين راح ذا اولها من اخره. يلا والله كويس اذا في اغراض يعني ثقيله كويس. جات اكثر من مويه عشان حتى قلت في مويه هنا. جات في مويه هنا شوفها. شوف المويه تعبى مويه اكثر موجه قويه لكن الحمد لله. لكن اهم شيء يكون الاغراض بس ثقيله يعني ثقيل عليه ولا يتحمل عادي. هذه الصغيره وهذه الكبيره وهذه الكبيره خير بركه الحمد لله.
نزل مطعم تتعشى بالسمك هذه وزودت ربيان عليه طبعا كيلو كلمت بنور يتعشى معي لكن رجع يقوم سخن وتعبان الله ينزل الصحة والعافية الحمد لله والشكر بسم الله الرحمن الرحيم.